كابتن اشرف، يمكن اجي لك. يعني اكيد المكسب ده ما جاش، يعني يمكن احنا عارفين طبعا اكبر اسامي، اكبر اربع اسامي طبعا في الفريق، خالد عاصر وشادي مجدي ومحمد شومان وعمر بدير، بس الفرقه اكيد مش بس دول. قول لي تكوين فرقتك ايه، لعيبتك اللي شالوا الحمل طول السنه. طبعا كابتن الفريق سيد لاشين طبعا، طبعا. هو موجود ان شاء الله طبعا، والبيلي او البيلي وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي وطبعا محمد شومان، خالد عصر، محمود اشرف حلمي، كريم عبد العزيز، يوسف عبد العزيز، كريم عبد العزيز، برهامي، مروان، ومروان مروان عبد الوهاب. هم دول المجموعه اللي احنا كملنا بيهم السنه دي. والجميله كابتن جواد الحرازي طبعا، عشان نوضح للساده المشاهدين ان احنا عندنا برضو اجيال، يعني مش اسامي دي كلها جيل واحد. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا ابطال 18 سنه، ابطال 18 و21 ورجال، فدي معناها ان احنا عندنا ذخيره من اللاعبين اللي يقدروا ان شاء الله بالظبط كده، اللي يقدروا ان هم يكملوا المسيره مع بعد مع الفريق الاول. يعني طب يا كابتن، انت شايف ان احنا السكواد بتاعنا كافي ولا يعني في حاجه ان احنا نستعين بحد بره، ولا هل في مفاوضات مع حد تاني؟ يعني كلمني عن نظرتك المستقبليه للفريق. هو بصراحه الفريق من كتر يعني اللعيبه الكويسين اللي عندنا، احنا ممكن نكون مش محتاجين كتير من بره حد، لان ما فيش في السوق بره الا يمكن واحد ولا اتنين في نادي تاني ومش متاحين لينا. فانما كل اللي موجودين عندنا كلهم ولاد النادي، كلهم طالعين من مدارس النادي ومن اكاديميات النادي، وبيتدرجوا معانا، يطلعوا معانا لغايه ما يوصلوا الدرجه الاولى. فدي الحاجه الكويسه اللي عندنا، فاحنا عندنا ذخيره الحمد لله اللي هي تقدر تكمل سنين طويله كتير قدام. طب يا كابتن، يعني اللاعبين عقودها ممتده، هل احنا عندنا اللاعبين وهي بتطلع من تحت برضو بيتعمل لها عقود؟ يعني كلمنا برضو على الناحيه الاداريه، انت مظبط ازاي ومكنترول الموضوع ده مع اللعيبه، عشان الناس دايما بتقارن بين اي لعبه وبكره القدم. الدرجه الاولى طبعا كلهم معمول لهم عقود، والحمد لله السنه يعني الفتره دي النادي تعاون معانا وابتدى يعمل عقود للصغيرين. ممتاز. 18 سنه و21 سنه والدرجه الاولى، فاحنا عندنا الحمد لله يعني لعيبه كتير ومتحافظ عليهم ان هم معانا وموجودين معانا بعقود والكلام ده.